اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أرحم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران، ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم. اللهم
تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.